قول لي. اوكي شاديه نشاتها عايز كده اولا هي شاديه هي حياتها طويله جدا. تعالى نقول الاول الطفوله. فهاخد من حضرتك حياه شاديه طفله سعيده بحكم وظيفه الوالد، نشات في انشاص وسط الجناين، حدائق الملك فاروق كانت محيطه حتى جنب بيتهم. في مذكراتها بتقول كانت شقيه من نوع من روح المغامره انها تروح تسرق الفاكهه بتاعت الملك اللي على الشجر عشان يبقى جواها حته، انا اكلت من فاكهه الملك يعني. ايوه وجواها حته شقاوه، رغم ان هي الحديقه بتاعت بيتهم فيها نفس الشجر بتوعهم، لكن عارف مغامرات. برضو بحكم وظيفه الوالد انتقلوا من انشاص لحي شبرا. هو باباه كان بيشتغل ايه؟ كان اعتقد مهندس زراعه. مهندس زراعه. فسكنه في شارع طوسون. شارع طوسون كان يمتاز بقى شبرا بقى الاربعينات. نفس الحكايه برضه. شجر، جناين، بيوت فيلل، دي كانت شبرا مبدئيا. البيئه اللي نشأت فيها بيئه فنيه. اب غاوي عازف على العود. اختها عفاف بتغني. هي لا. هي تغني لوحدها، هم غير معترفين بيها. ياه. ما مش شايفينها. هم شايفين عفاف. عفاف نجمة العيلة. سبحان الله. عفاف تعالي غني. عندهم ضيوف عفاف تعالي. شادية دي قاعدة في أوضة تغني وتقلد في ليلة مراد، السيدة ليلى مراد، ولا حد معبرها. حلو. إلى أن عفاف اتجوزت. لما عفاف اتجوزت عندهم جدة من جداتهم بتيجي تزورهم، سمعتها في مرة على جنب كده، فقالت لها يا فاطمة، هي اسمها فاطمة طبعا، تعالي يا فاطمة سمعينا. فالكل انتبه ان هو في وسطهم واحدة بتغني كمان احسن من عفاف وصوت جميل. بدأ الاب يهتم بيها لان هو اوريدي هو بيحب الغنى وبيعزف وبدأ يبص لها بقى ويلتفت ليها يشوفها بتعمل ايه وبتغني. هذا الاب عمل معاها حاجه خطيره جدا، خدها في يوم وراح بيها مولد من الموالد، اعتقد مولد سيدي زين العابدين، علي زين العابدين في سيدة زينب، وكانت حضرات ست ام كلثوم. اوكي. والست ام كلثوم قاعده وكل ده، والطفله دي الصغيره عينها ما نزلتش من عليها. قصتها كده. ستة بتغنيش، ستة قاعدة. خد بالك ان ست ام كلثوم، سيد عبد الوهاب، الناس دي كانوا غاويين سلطنة ويلفوا الموالد ويروحوا يسمعوا المشايخ عشان ياخدوا منهم التواشيح لما ست ام كلثوم قامت مشيت وخرجت على الشارع العمومي تركب عربيتها، البنت دي قامت جريت وراها. فضلت تجري وراها تجري وراها تجري وراها. فست ام كلثوم لاحظت، فلفت كده الدنيا برد، فقلعت الفورير بتاعها وغطيتها بيه وخدتها في العربيه. انت مين يا بنتي؟ كان ابوها جري بقى والحقها، فقال دي بنتي واحنا من شبرا واسمها فاطمه وبتحب الغنى ونفسها تشوفك. وده كان اللقاء الاول مع الست ام كلثوم. ولقاء انتهى على كده؟ لقاء عادي جدا، عادي جدا. طفله بدو. لكن وهي عندها 16 سنه 17 سنه 15 حاجه في السنة. ابوها خدها لما خلاص هي عايزه تبقى مطربه والحكايه شغلاها بجد بقى. ورفضت عريسين. الوالد كان عايز يتجوز ويخلص. هما كانوا بنتين بس في العيله، كان عفاف وفاطمه. عفاف وفاطمه اللي هي طبعا عايز يخلص لان كمان بدات تبقى دخلت في بقى في سن المراهقه، وهو كأب شرقي مصري عايز بقى يخلص من الحكايه دي، فقال لك نتجوزها. اول عريس طلعت فيه القطط الفطسانه، تاني عريس مش عارف ايه، لكن متشبثه بحكايه الغنى. ها. خدها وحدد ميعاد مع ست ام كلثوم وراح لها الفيلا. كلثوم ساعتها على فكره. وهي ردا على ان ناس قالت حاجات متنطوره كده على الصفحات ان ام كلثوم قالت ايه صوت شاديه ده بتاعت تعريفها. ده كلام فارغ. ده كلام فارغ، دي كلام فارغ، لان ست ام كلثوم في هذا اليوم سمعتها ونصحتها وقالت لها يا بنتي لو عايزه تبقي مطربه وتحبي الفن يبقى تعرفي
ان الفن ده اهم حاجه في حياتك، ده هيبقى اهم حاجه في حياتك.